السلام عليكم ورحمة الله. الزفلاون حدث هام جدا وخطير جدا. الحدث هذا يتعلق بحرية التعبير، حرية الصحافة اللي داستها العصابة، الحرية اللي داستها العصابة بتجريها فيها، واللي ما حبتش، يعني العصابة دي ما حبتش باللي نحن في عالم اللي فيه الانترنت، فيه الساتيليت، فيه البحبول، يعني تغلق الحقيقة تبان. العصابة هذه تخاف الحقيقة، تهرب من الحقيقة. العصابة هذه تتغنى بحرية الصحافة، وتتغنى بأن الجزائر تنعم في حرية مطلقة. مؤخرا ولد الحرام تاع تبون مع زوج كببل تاع صحفيين تاع بودورو جايين يظهروا علينا، وقال شوفوا شوفوا كل شيء تو فا بيان، تو فا بيان دون ميور دي موند، ما كان حتى شيء احسن من الجزائر. ابا تو فا بيان في حتى جهه في العالم، في كوريا دي نور ما تصراش، كوريا الشمالية ما تصراش فيها، في أعتى الديكتاتوريات أكبر ديكتاتوريات العالم ما تصراش. العشرة تاع الليل الإرهابيين تاع عنتر تاع المخابرات الجزائرية يتليفونيو للقاضي إحسان الصحفي مدير موقع مغرب إميرجون إذاعة راديو آن ذات المغرب الكبير، يشتري تليفون للدار يقول له تجي للعنتر. شو هذيك يا اخي؟ يعني اروح تشرب قهوه واحد حتى مش يعرضك تشرب قهوه ما ينوضكش تاع 10 تاع يقول لك اروح لي. هو سي في زموري ها في ولايه بومرداس، وهما في حيدر في بن عكنون. اروح تشرب قهوه، اروح نسحقوك تلقاني بعيد باش نجي. ابا بيسكو تا ما تجيش حنا نجيو ليك. 12 ونص تاع الليل يجو ستة ولاد حرام سيفيل رخاص انذال جبنا، لو كانوا رجال ما يديروش الشيء هذا، يجو يتركبوا عليه بزوج طوموبيلات ويدوه قدام مرتو ولادو، وهذا يعني بنتو تنهينان هي اللي صبرت بعد ونشرت في صفحتها على الفيسبوك وناقلتها من بعد كل المواقع الحرة، لأن الصحافة بودور وما يكتبوش ما على بالهمش، ما سمعوش ما سمعوش صحافة بودور ولا جريدة تكلمت على ما حدث البارح. غلور الدواء 12 مستعلين اليوم واش يديروا؟ يجوا يزموا الراديو ام، يزموا الراديو ام، يديو دي زورديناتور دي كاميرا دي كذا، يعني باش يوقفوا بث القناه تاع راديو ام، وراديو ام ثاني تعمل تصور عندها شان يوتيوب، باش يوقفوا كل شيء، يعني يشلوا القناه هذه. هذه طريقه تاع غلق قناه بطريقه تاع بنديه، طريقة تاع عناية تاع فويوات. فيها قلقتنا نغلقوا خلاص بينا صلينا عليه. قلقتنا هذه إذاعة، قلقتنا هذا الموقع لما قال بما قلقتنا نغلقوا خلاص. حد ما قال حد، ما قال حد وما لا نقدرش يغرقوها بطريقة عناني خبثة. الغر يجي يلعب لك عائلة، وهذه السرعة وعلاه جاي 12 تعليل من الدين، وش كاين وش كاين؟ بومبا راح تطلق عليكم يا ولاد الحرام، وش كاين وش كاين؟ جاي 12 تعليل الليل، اليوم سبت، نهار السبت ناس ما تخدمش، من المفروض مش خدامين.
صح ما دخل مغزى، ولكن ما كنتش مزربين باش تعتقلوا يعني راجل كي في بيته قيل ما كنتش مزروبين لهذا الشيء هذايا. واش اللي مزرب 12 ونص ديالو ل 10 تليفون تقولوا ارواح، واش اللي مزربكم؟ ها واش اللي قال لكم؟ الور الشيء اللي حصل هو انه الجريده هذه الاذاعه هذه والموقع هذوما تم محاوله اغتيالهم، هذا باش يقتلوا الموقع باش يقتلوا اذاعه. والقاضي احسان من الصحفيين المعتدلين الى صاحب من الصحفيين المعتدلين صاحب وموضوعية ومهنية واحترافية ما لا يضاهيها حتى واحد. وعلاش هذا الشيء هذايا يديروه؟ لأنه الموضوعية والاحترافية والنزاهة الفكرية تحرج العراية، تحرج العراية، تقلقهم، تمرضهم. صافي مدة وهما مور الإحسان، وحتى يعني ممول القناة إنسان يشتغل في صناعة الآخر لافارماسي تاع ما هوش قال جرام بزنس فيها، داو الحبس. وعلاش؟ وعلاش مدينو الحبس؟ يعني خطرش يقلقهم ثاني. وعلاش تمون هاد القناة؟ وما يقولوش ما عندكش الشجاعة وعلاش تمون القناة؟ يقولوا له أنت يا راك تبيع في دوار رخيص. وعلاش تبيع دوار رخيص؟ هذا نبيل ملاح درش شحال عنده في الحبس، مازال ما حاكموش، ما دار والو، نحق انت بعد رخيص. هذا هو الشيء اللي حكموه عليه، سمعت ما عندهمش شيء اخر حكموا على نبيل ملاح ممول، يعني اللي يساعد في قاضي احسان ويساعد في صحفيين وناس اغلبيتهم يخدموا باطل، سمعت متطوعين ناس مناضلين من اجل حريه التعبير، من اجل حريه الصحافه، سمعت لا اكثر ولا اقل. يجوا يزدموا عليهم وجايبين معهم قاضي إحسان بلا منوط. إيه الكابون ردوه، ردوه الكابون، لأنهم أخرى بالتيروريزم كانوا تهمينوا بالإرهاب. دوما الصحافيين كم إرهابيين، الصحافي اللي ما يمشيش في الخط وما ينبطحش إرهابي. ومن بعد نهار اللي مزحوا الإنسان والمالكان وبدا تحركوا وزيروهم وبدا ولو سقطوا عليه هذه تهمة الإرهاب، لأنه قاضي إحسان معرض لهرسالة من طرف التليفون والبوليسية والمخابرات، يعني هذا مرض جدرمية الأجهزة الأمنية مجندة على هذا السقف. يعني وبعد يجوا لدحروا كان روح لزير وتكلم، روح لزير ودخل مغلقوا لي خمس جرائم، جرائد غلقوهم يجي تقول يا روح كلمة أو واش راهم دايرين اللي قاعد وصام، سمعت وبكل موضوعية. أنا قبيح على بالي بروح أنا قبيح نعريهم، ما نوزنش كلامي معهم لأنهم يستاهلوش واحد يوزن كلامه، أنا نوصفهم بالصفة اللي يستاهلوها فوايو هاد عرايا ولاد حرام، لأن هذه صفتهم ما هي الشتيمة ما هي السبب. دونك داير الرجل هذا ولا قولوا الحكاية وما فيها أنه راديو أم تقلقنا، أنه موقع مغرب إميرجون يقلقنا، قالوا يروحوا يضلوا 12 ونص تاع الليل ومن بعد يجوا العشية من غدوة، من اليوم العشية راحوا للمقر تاع الإذاعة واش يدي الكاميرات، واش دير كاميرا تاع التسجيل، داولو بدي كاميرا
كاميرا تاع التسجيل، انت راك تبحث وتحقق ودير كي دي كاميرا، واش راح تصيف الكاميرا نتا واش راح دير بيها؟ الاستوديو محطوطين في الاستوديو، داو لهم اورديناتور، داو لهم ماتيريال تكنيك، معدات تقنيه، وما يقولوش علاش، ما قالوش وعلاش هذا الشيء كامل، هذه الحيحايه اللي دايرينها، ما قالوش وعلاش هذه الحيحايه. انت الحيحايه قد حملاوي، اسمع مقلب الدنيا، تليفونات 10 تاع الليل، 12 ونص تاع الليل، سته ولاد حرام متنقلين بجوج سيارات لدار الراجل، ضاربينها من بن عكنون حتى البومرداس الزموري، وغير الخير اسيدي. ميتين الراجل عندهم وغدا وتحقق زعما لاعبين راهم يلعبوها شغل قانون، حابين يلعبوها قانون واحد الوقت واش داروا؟ كونفوكاوها. سمعت يعني في اقل من شهر، نهار 27 نوفمبر اللي فات، في اقل من شهر كونفوكاوها مرتين، نهار 27 نوفمبر عيطوا له، ضرب ثلث سوايع عندهم، ضرب ثلث السوايع. لكم من قبل ايامات من قبل الجدارميه عيطوا له كيف كيف، حقوا معاه، سمعوا داروا، وعامين هذوما وهما موراه لي كونفوكاسيون، هذا جوج دانستركسيون عيط، هذه جدارميه تعيط، هذه مخابرات تعيط، هذه بوليسيه تعيط. يا بن عمي وين رايحين؟ وين رايحين؟ داروا ثلاث قضايا، من ضمنهم قضية تاع السكارجي الخباجي عمار بن حمير، كان وزير، ايه وزير الاتصال كان، نعم. الاشكا به وعلاش؟ لانه قاضي حسن شر ما قال تحليلي سمعت فلان قال لك طبعا القضاء التليفون ديما ضد الصحفيين الاحرار، ما تمشي على الصحفيين، نقولوا 6 شهور حبس نافذ بيان سور، ومن بعد يعمل استئناف الحرام لهم 6 شهور قليل، زيدوا له اكثر. شوفي انتما هذو اللي السيد اللي كانوا يعرضوا فيه بالتليفون يقولوا ارواحنا العنطر، هذاك اللي راهو جاي القهوه، قال لي راه رونديفو في قهوه، علاش المخابرات اللي تحترم نفسها تعرض صحفي تقول ارواحنا الكازيرنا كلي قهوه؟ ودابا واش دخلت المخابرات في العمل الصحفي؟ مهمه الامن الداخلي لتابع الجهاز المخابرات مهمته مكافحة الجوسسة، هذا الشيء اللي نعرفه، هي مكافحة الجوسسة. هل عندهم مؤشرات ولا حاجات قليلة تبينك تقول لك انه يعني هذا القاضي احسان ممكن يكون جاسوس راه يجسس القوى الأجنبية؟ ما عندهمش، وما يسألوش لما يعيطوا، ما يسألوش يقولوا له تا راك تصل بأمريكان، تصل بجهات كدا، تصل بإسرائيليين، تصل بفرنسيس، تصل ما عنده اتصال، السيد ما كانش يمشي ريقلة، يمشي ريقلة ما كانش من الار دخل جهاز المخابرات في الصحافة، واش دخل جهاز المخابرات تروح تنحي كمبيوتر وتنحي كاميرا، كاميرا تاع تسجيل واش ديروا بها؟ باش نحبسوا اما يا ولاد الحرام، شي ما يحبس، شي ما يحبس، حاولوا باش تحبسونا حنايا على اليوتيوب وكذا، ريان دي تو، تحرشوا في الخماجات اللي عندكم في فرنسا وفي كندا وفي الانجليز وكذا، منا جردان ما عندهم حتى قيمه، ما يقدروش ينالوا من سمعتنا، لان الشعب جامي يسمع للخماج، شغم يسمع الخماج. هو شنو مازال موراكم، دور تبقى
فيه أنا قلت أكثر من مرة أنه اليوم الصراع مع العصابة إذا نحصروه في الحريات الأساسية باش نرفعوه على مستوى المنظمات الحقوقية الدولية الغير حكومية، باش ما نقولوش راك متابع الحكومة كذا وكذا. هما ولاد الحرام كيتأمروا مع قوى أجنبية ضد الجزائريين ما همش عمالة وما همش خوانة. أما لو يطلب مساعدة من دولة صديقة للجزائر ورفقا بالجزائر يوليع. شفتوا كيفاش المفارقة؟ شفتوا كيفاش؟ ألو القاضي إحسان اليوم كي راهو عند الحرام تاع الإرهابيين تاع المخابرات موجودون في ملف باش يحولوه للحراش. مي درك تدي قاضي إحسان الحراش والصحفيين اللي معاه باش ترغبوهم باش تخوفوهم، راهم صحاب فيهم خالد دراري، فيهم أميرة بوراوي اللي كانت طبيبة وعدورتها صحافة، فيهم سعيد بودور، فيهم يعني ناس اللي ما همش مستعدين يحطوا رسهم، مش مستعدين يحطوا رسهم. إذا وضعت اليوم قاضي إحسان وراء القضبان نحولين ديرو في الحبس، الحبس راح يخاف منه كما خاف من فوضي بومالا، كما خاف من كريم طابو، كما خاف من كل حر دخلوا محمد تجديد إبراهيم العلام كمهم كثيرون، يزيد يرعدوا يحسن. كل شيء اللي رام يديروا فيه يدل يعني هذا دليل قاطع على انه العصابه هذه بالرماده تاع حتى البوليسيه تاع القضاء تاع ولاد الحرام الصحفيين تاع بودور اللي حاولوا ياثروا على الراي العام تاع البوليسيه تاع كلش، وهذه خايفين من الراجل، خايفين من الراجل هذه، خايفين من الصحفيين الحرام عفوا، خايفين من الشعب، خايفين من الشعب. انت يا ديربي تاع فوتبال مولود يسمى فرجه كبيره يجيو يحموا الشعب الجزائري فرجه من فرحه من 9000 متفرج في ملعب 5 جويليا 9000 متفرج في الدربي المونديال. وعلاش؟ يقول لك كان يتلاقاو بالسيبورتر تاع مولود تاع اليوس ما تفلك كوب دار جاني 3 سنين حابسينها وكيف كيف حابسينها ممنوعة ما تلعبش ايكيب ناسيونال تلعب سون بوبليك، قال المدرب اللي بغى سون بوبليك. ايوا الناس راه القمر ما زلتو في كيل الزيت، ما زلتو في كيل الزيت يا ولاد الحرام، ما زلتو تكيلوا في الزيت بالكيل، مازال ما تعرفوش بلي الناس راهي طالعه على القمر والناس راهي خرجت من الاوربيت. سمعت ناس خرجت من الاوربيت ما عايشين غير بالكذب، بالكذب عايشين مجرمين. شوف حتى في بعضهم ياكلوا في بعض، ما يقدر شهيد وما يقدروا الموجات وما يقدروا حتى، لأنهم علاش ما عندهم حتى شرعية. اللي وصلهم لوين راهم اليوم عفسوا فيه، اللي وصلهم اللي بفضله هو ولد الحرام على كل الله لا يرحم فيه عظم القايد صالح. الله أكبر، الله أكبر، هشام أكبر، هشام أكبر.